يقول صاحب العذر الذي يخرج من بطنه ريح دائما ولا يستطيع أن يحافظ على الوضوء، هل عليه أن يتوضأ بعد الانتهاء من الطواف لأجل الصلاة، لأجل صلاة ركعتي سنة الطواف؟ وأيضا بالنسبة للصلوات الخمس، هل عليه أن يتوضأ بعد دخول الوقت أم يجزئه أن يتوضأ قبل دخول الوقت بدقائق قليلة؟ ركعة الطواف تابعة للطواف، فإذا توضأت للطواف وطفت ولو خرج منك شيء وأنت تطوف لأنه بغير اختيارك فطوافك صحيح، تقول الله ما استطعتم، والركعتان تابعتان له، فإذا صح طوافك صحت لك الركعتان، تصليها مع الطواف بعد ما تنتهي تصليها مباشرة. وأما الصلوات الخمس تصلي تتوضى لكل صلاة، إذا أردت أن تصلي توضى قبل الصلاة وتصلي ولو خرج منك شيء وقت الصلاة لأنك لا تستطيع منعه. الله جل وعلا يقول فاتقوا الله ما استطعتم.